فاهم بوكدوس عضو الهيئة التنفيذية للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. اليوم 18 ماي 2012، تنظم الفرع مع مجموعة قفصة لمنظمة العفو الدولية ندوة أو حوار موسع حول العدالة الانتقالية، حيث سيلقي العديد من الخبراء والنشطاء كلمات في علاقة بهذا الموضوع. ستبدأ بالقاضي محمد الخليفي، ثم الأستاذ علي كلثوم، ثم سيفتح الحوار إلى مساجين سياسيين واجتماعيين سابقين من الحوض المنجبي ومن قفصة، لأننا في منظمة العفو الدولية نقول أنه لتجاوز الدكتاتورية ولبناء مجتمع جديد لا بد من العدالة الانتقالية التي تتركز بالأساس على المحاسبة. لكن هذه العدالة لا يمكن أن تقام بشكل نخبوي، وإنما يجب أن يشارك المواطنون فيها وخاصة الضحايا، مع العلم أن الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لا يشتغل في العدالة الانتقالية فقط على الجانب السياسي، وإنما يعتبر القضايا الاجتماعية والاقتصادية مهمة وأساسية، لأن التنكيل لم يطل النشطاء السياسيين فقط، وإنما طال عائلات ومدن كاملة، والتنكيل أخذ خاصة صبغة اقتصادية شهدته قفصة بالأساس منذ انقلاب 1962، ثم أحداث قفصة 1980 وأحداث الحوض المنجبي سنة 2008، حيث بادر النظام بسياسة التنكيل الجماعي. ولهذا لابد من وضع الاعتبار لهذه القضايا في إطار نقاش أو في إطار تناول قضية العدالة الانتقالية في تونس. محمد الخليفي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، نشاركوا في الندوة هذه نتاع أمنستي بمداخلة حول أي عدالة انتقالية لتونس اليوم. نحن نعرف أن العدالة الانتقالية هي فكرة معناها تتحاول تتماهى مع مقتضيات الثورة التونسية في إرساء منظومة جديدة للعدالة الانتقالية لبناء مستقبل تونس. مداخلتي تتمحور أساسا حول مدى تطبيق معايير هذه العدالة الانتقالية في تونس، شنو الخطوات اللي وقع معناها تطبيقها على الميدان، ما هو المنتظر؟ نعرف أن العدالة الانتقالية ليست عملية هينة، يجب أن تكون معناها تجربة متميزة خاصة بتونس مستمدة من ظروف تونس في إرساء هذه العدالة، في محاسبة، في كشف الحقائق، في محاسبة الذين انتهكوا الحريات والحقوق وحقوق الإنسان في تونس، وفي بناء مستقبل عدالة ناضجة وحقيقة تقر العدالة، مبدأ العدالة والإنصاف. طيب عثمان، عضو في مجموعة رديف من منظمة العفو الدولية، جتنا بالشاك في الندوة هذه التي تتمحور حول العدالة الانتقالية، وهو موضوع مطروح بإلحاح في الساحة التونسية وفي الشأن العام التونسي. بطبيعة حال جيت لي وشاكة بصفتي عضو في المنظمة، وكذلك بصفتي كضحية من ضحايا التعذيب في زمن انتفاضة الحوض المنجمي، وبش نتعرف على الآليات التي المطروحة من كونة المجتمع المدني والأحزاب السياسية وتصورهم للعدالة الانتقالية، خاصة أنه نلاحظوا في المدة الأخيرة أنه بعض الأطراف السياسية في الحكومة تحاول أنها تلتف على العدالة الانتقالية وتطرح في حلول أقل ما يقال عنها أنها مقايضة لضحايا لألام ومعاناة الذين تم تعذيبهم في العهدين، عهد بورقيبي والعهد بن علي، ونحن نرفض ذلك ونتمسك بأنه ضرورة أن العدالة الانتقالية ترتكز وتتأسس عبر مؤسسات وتكون لها هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وتكون هذه الهيئة هي هيئة مستقلة بعيدة عن كل التجذبات السياسية، تشرف عليها يعني يشارك فيها يشرف عليها جملة من الخبراء من سلك القضاة من المحامين ومن غيرهم من نشطاء حقوق الإنسان، ونبدو بفتح ملفات التعذيب وفتح ملفات القتل والمعاناة التي كان عانيها الشعب التونسي. ولا ننسى أنه لدينا بعض الملفات الملحة ومنها ملف الحوض المنجمي، خاصة أنه شهداء وجرح الحوض المنجمي لاحظنا أنه بعض الأطراف السياسية في حكومة الترويكا تحاول تلتف وتقصيهم من إدراجهم ضمن قائمة شهداء وجرح الثورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم علي السلطان، الكاتب العام للنقابة الأساسية لوحدات التدخل بقفصة. حضوري اليوم في الندوة أول يوم الدراسي في قاعة البلدية هو وجهه لي دعوة وجهها لي سي الفاهم بوكدوس بصفتنا كهيكل نقابي لقوات الأمن، وتعرف أنت هيكل نقابي جديد،
نظرا انه اصلاح المنظومه الامنيه كما شفتي برشا عباد لابسين مراوي لاصلاح المنظومه الامنيه كما تعرضوا له الشعب التونسي قبل من قمع وظلم وقهر في عهد نظام ديكتاتوري. حبينا نحضروا تو لهنا لشيء، احنا افراد الشعب التونسي واحنا صحيح قبل كنا ربما نخدموا في منظومه خائبه، اما تو راهو بحول الله باش نخدموا امن جمهوري، السياده للشعب والولاء للوطن. عبد الواحد الزاويه ناقد وفكاهي وباحث، حبيت نبسط للمواطن ما معنى العداله الانتقاليه. قلت سألني مواطن قال لي شنية العدالة الانتقالية، قلت له هي مصالحة بعد المحاسبة، رجع الحق المهضوم، نصرة المظلوم اللي نفوه عذبوه، اللي حرام قتلوا أبوه، واللي فكوله الباسبور من بلاده قالوا صار، اللي طردوهم من الخدم، اللي يعيشوهم الهم، واللي فكولهم الأرزاق والمرس معهم سوء الأخلاق، واللي هزوا عليهم الرشوة وفلسوا في سبحة وعشوة. العدالة الانتقالية هي استقلال القضاء، مصالحة مع مضى، زيد حرية التعبير، إذا لزم نقد المدير، حسن التسيير، حرية الإعلام، بلا ديكور بلا أفلام، تفعيل الديمقراطية، نزاهة وشفافية، هذه هي العدالة الانتقالية. وشكرا.